لدى استقبال سموه لرؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى مملكة البحرين، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي من أجل إرساء أسس سلام مستقر ودائم تنعم فيه الشعوب بالرفاه والازدهار، مشددا سموه على أن نهج مملكة البحرين ثابت في مساعيها لإرساء السلام والمضي في طريق التنمية، فهي بلد سلام وتعايش وتدعم وتبادر إلى كل جهد غايته تحقيق الحياة الآمنة والمستقرة للشعوب. وأكد سموه أن مملكة البحرين نالت احترامها في المحيط الدولي بفضل سياساتها المتزنة ونهجها المعتدل في التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وأنها تتطلع إلى عالم يسوده السلام وتتكاتف فيه جهود دول العالم للمضي في طريق التنمية المستدامة. وشدد سموه على أن مملكة البحرين تدعم كل جهد غايته تعزيز السلام والاستقرار، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تفرض واقعا غير مستقر يتطلب أن يتوازى معه تنسيق شامل على مختلف المستويات. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى مملكة البحرين، حيث رفعوا إلى سموه التهاني بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة سموه بإعلان يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير. وفي بداية اللقاء ألقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كلمة رحب فيها برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين وممثلي المنظمات الدولية. الأخوة السفراء
أرحب بكم وأشكركم على تعاونكم لتوثيق العلاقات بين دولكم والبحرين، وأؤكد لكم على أهمية علاقاتنا الثنائية. البحرين قادت مبادرات عديدة في مجال السلام والاستقرار، ونالت احتراما دوليا لسياساتها، ويسعدنا قبول مبادرتنا دوليا، وذلك من قبل الأمم المتحدة في تعيين يوم 5 أبريل يوما للضمير الدولي. أيها الأخوة، المتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب منا تنسيق شامل على مختلف المستويات، ونتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار، وتتكاتف فيه جهود دول العالم للمضي في طريق التنمية المستدامة. وشكراً. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أصحاب السعادة السفراء، أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة إقرار منظمة الأمم المتحدة اعتماد 5 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للضمير، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها سموكم الكريم. إن اعتماد اليوم العالمي للضمير يأتي امتداداً لجهود سموكم حفظكم الله الدؤوبة لتحقيق السلام وتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين وللمنطقة وللعالم أجمع. ويضيف إلى إسهامات وإنجازات سموكم الكريم في كافة المجالات، ويؤكد في الوقت ذاته على ما تحظى به شخصية سموكم الكريم من مكانة وثقل دولية، تقديراً لمبادرات وجهود سموكم الداعمة لإرساء السلام العالمي. ويؤكد للنهج الإصلاحي الشامل في مملكة البحرين الذي اخططه ويقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله ورعاه، في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش وثقافة السلام والأمن. هذا النهج يعزز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي، ودورها الفاعل والمؤثر في دعم جهود تعزيز السلام والتسامح والتعايش، ومكافحة كافة أشكال التعصب والعنف والإرهاب. ختاماً، أسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم الكريم ويديم عليكم الصحة والعافية لمواصلة هذا النهج والجهد، تحقيقاً لما يصبو إليه ويقوده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وأن يحفظ مملكة البحرين آمنة راغدة مستقرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية عن خالص تهنئتهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمبادرة سموه بإعلان يوم 5 أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، ووصفوا سموه بأنه رمز حكيم وملهم لكل الدول والشعوب العربية، وأن مبادرة سموه محطة تاريخية في سجل عطائه الدائم للإنسانية جمعاء.
وأكد السيد طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين أن اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة سموه يشكل محطة تاريخية مهمة ليس لمملكة البحرين فقط بل للأمتين العربية والإسلامية. وقال: أنتم يا صاحب السمو حكيم وملهم لكل الدول والشعوب العربية، ومبادرتكم محطة تاريخية للأمتين العربية والإسلامية.